المواد الغذائية يعني الطحين مرات يطلع ما زين نبدله. عندك الشكر بالدرجة الأولى الاستخدام، الشكر والزيت والمعجون هذا ولا بالدرجة الأولى بس، لكن عندك الطحين مرات يجي زين، مرة يجي زين وعشرين مرة يجي ما زين، فأما نبيعه ونبدله. وعندك التمن بصورة عامة يجي ما زين قبل نبيعه، ما نستفاد كل شيء منه. وأنا أقول يعني أكو ناس فقرة ما عادها يعني معتمدة على هذه الحصة التموينية، يعني لو يغيروها على سبيل المثال التمن، ليش يتعاقدون على تمن مزين؟ يعني لازم أكو فرد واحد داعي يبدل الحصة زين، ماكو مراقبة، المفروض يصير مراقبة عليهم. يعني على سبيل المثال راح اللي راح على المنشأ مال التمن اتفق وياه على نوعية درجة أولى، لما يجي ويستلم التمن لازم يتابع وراه يقول له هذا التمن أنا اللي تعاقدت عليه أو هذا مو هو بالدرجة الأولى اللي قاعد يستلم واللي قاعد يصير بالمخازن، هذا اللي يتحمل المسؤولية، لأنه مو مسألة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور قاعد تصير هاي مستمرة. أولا على مود المواد التمن كله مكسر، التمن مكسر، المعجون زين، فاصولية زين، العدس زين، الطحين لا شيء، هذا الحمص يلغي وزير التجارة أحسن له ويعطينا شكر بمكانه. نحن نريد واحد آدم ابن وادم وحباب يطلع يخدم هذا البلد ويخدم هذا المواطنين، يطعمنا تمن درجة أولى، ما يجيب لنا مكسر ولا يجيب لنا هذا الحمص المفلش كله مكسر، من يأكله هذا الحمص؟ العراق ما فقير، العراق غني وينطوه فلوس الدولة تنطيه مبالغ كثيرة، خليه يورد لنا التمن درجة ولا يطينا. والله ماكو يعني وجبة بس عايشني الشكر والزيت والتمن، يعني التمن يعني ما نستفاد منه كل شيء، والطحين يعني يوم يجي زين يوم مرة ما يجي زين، نبيعه واللي يشتروه عندنا ياخذوه علف شوفوا شو يسوون به. شنو اللي بدلته؟ الزيت تستخدمه؟ الزيت نعم نستخدمه. المعجون نستخدمه. زين. اي نعم المعجون والزيت جميل. اي نعم زين. بعد شنو اللي زين تستخدمه؟ الشكر، الشكر، الزيت والمعجون فقط، الطحين والتمن لا والله ما نستخدمه. نحن نطالب الدولة بتحسين مواد الغذائية، على الاقل العالم ما عنده اما يجيب. بالنسبه اللي نستخدمه احنا هو الزيت، ولو حاليا حتى الزيت اللي هسه قام يجي هذا الدره هم مو زين، قبل لا كان التونسس كان زين، حاليا الدره هم مو زين. الشكر اي هاي وجبه اساسيه لازم نستخدمها. ليش مو زين الدره؟ ليش ليش مو زين؟ والله مو زين، بريحه مو طيبه. المعجون اي انا اقول لك شيء درجه اولى. التمن لا لو ما يوزعوا احسن، يعني التمن اصلا من المنسيات. الفاصوليا زينه، اما الحمص المجروش هذا لا، لو يلغوه هم احسن او ينطون مكان شكر او ماده نستفاد منها احسن، لان يعني اكثر الناس عتبيعه عتتصرف به. الطحين سيال اصلا، من تاخذه منه تنطيه قبل ابو الفرن.